مفتي عبد الباقي مدير البحث والاستشراف على مستوى وزارة الأشغال العمومية للحديث حول هذا الموضوع. صباحك سعيد سيدي، شكرا أهلا جزيلا، بك. صباح الخير. نتابع هذا التقرير للزميل أحمد بومجو ثم لنعود بعد ذلك. يحصد إرهاب الطرقات سنويا الآلاف من الأرواح بشكل مريع، حيث تعد الجزائر في صدارة الدول الأكثر تسجيلا لحوادث المرور في العالم، فعدد الذين يلقون حتفهم كل سنة يفوق عدد الذين يموتون بأمراض السرطان والقلب وغيرها من الأمراض المزمنة. فمنذ سنة 2004 أحصت مصالح الحماية المدنية ما لا يقل عن 37 ألف قتيل و30 ألف معاق في السنوات العشر الأخيرة بمعدل 12 قتيلا يوميا، وهي أرقام مخيفة، كما أوردت منظمة دولية مهتمة بالسلامة المرورية أرقاما مرعبة عن إرهاب الطرقات في الجزائر، والذي يهلك على الأقل شخصا كل 3 ساعات ويستنزف من خزينة الدولة ما يقارب 100 مليار دينار سنويا، حيث يسجل حادث مرور خلال كل 15 دقيقة. كما تشير تقارير رسمية إلى أن الشباب هم الفئة أكثر تورطاً في حوادث المرور، حيث تقع مسؤولية حوالي 35% من الحوادث على عاتق الفئة العمرية المنحصرة بين 25 و34 سنة لعدم احترامهم لقانون المرور من خلال تهورهم وإفراطهم في السرعة. وتأتي في صدارة الولايات الأكثر تسجيلاً لحوادث المرور بالجزائر ولاية سطيف كأعلى نسبة في حوادث المرور على المستوى الوطني، والتي قدرت ب 5.37%، تلتها العاصمة ب 4.64%، فوهران بنسبة 4.29%. ويبقى السؤال الذي يطرح: من هو المتهم في حصد أرواح الأبرياء على الطرقات التي تحولت إلى مقابر مفتوحة؟ سيدي أعود إليك، لا يختلف اثنان على أن وزارة الأشغال العمومية يقع عليها جزء من مسؤولية الحصيلة الرهيبة لحوادث المرور وإرهاب الطرقات. ما هو المطلوب اليوم من وزارة الأشغال العمومية للحد من هذه الظاهرة أو على الأقل التقليل منها؟ شكرا جزيلا سيدي. بداية أقدم لكم تحيات سيد وزير الأشغال العمومية سيد قادر قاضي، كما نشكر. أعود إليك سيد الوحدي عبد الباقي، إذن بالنظر إذا شبكة الطرقات الموجودة بالجزائر، هل تعتمدون في زيادة أو توسيع هذه الشبكة وتطويرها بالنظر إلى عدد السيارات الواردة إلى الجزائر أو التي يستعملها الجزائريون؟ نعم، لا، هو المخطط تاع تطوير شبكة الطرق راه سير المفعول ويخضع الى شكون نابل شيما ديريكتور، دونك مخطط توجيهي شيما ديريكتور دو ريزو روتي ناسيونال. وعلى هذا الاساس ماذا بيا على كل حال من جانب ايصال المعلومه و يعني اناره الراي العام. نعم. وزاره الاشغال العموميه حاليا تبرمج جميع مشاريعها حول هذا المخطط التوجيهي المستقبلي. Actuellement, nous sommes sur l'élaboration du schéma directeur, l'actualisation du schéma directeur 2005-2025. هذا le schéma directeur du réseau routier national 2005-2025 et il est en cours d'actualisation. على حسب المعطيات الجديدة. كاين مشروع آخر وهو لو شيما ديريكتور دو لا سينياليزاسيون. طيب على ماذا تعتمد وزارة الأشغال العمومية في توسيع شبكة طرقاتها؟ نعم، نعتمد كاين الأشغال تاع الطرق، على كل حال برامج تاع الطرق متعددة، كاين التوسيع، كاين تحويل من طريق إلى طريق مزدوج، وكاين عمليات التعبيد والترصيص على حسب بالحديث عن التعبيد. عفوا سيدي، بالحديث عن التعبيد، يتفق الكثيرون على أن جودة التعبيد في الجزائر تختلف عن الدول المتطورة، وهو ما يفسر كساد الكثير من الطرقات بعد فترة وجيزة من إنجازها. في الجانب تاع التعبيد ما نوافقش على كل حال هذا الرأي. نعم. لأنه الشيء المستجد على مستوى وزارة الأشغال العمومية هو أنه في التعبيد بصفة خاصة منذ انطلاق الطريق السريع شرق غرب، كذلك الطرق الوطنية، شبكة الطرق الوطنية، فإننا نستعمل يعني اسمنت مزفت من نوع جديد، وفيه يعني ماده اسمها ليزاديتيف، هذوك ليزاديتيف يحسنوا من مقاومه الطريق. نعم. فيما يخص ظروف توسيع شبكات الطرق، فنحن نعتمد اساسا على الاحصائيات التي نقوم بها عبر مصالحنا. نعم. دونك نقوم بسكون ابل لو كونتاج دو ترافيك روتي،
حنا اللي نديروا الحساب نتاع لو ترافيك جورنالي ونخرجوا لو ترافيك جورنالي مويان دونك السيوله اليوميه نخرجوا حتى الجزء ماذا يمثله لو بولور استدير الوزن الثقيل نعم. في هذه الحصيله طيب ونديروا لاكتواليزاسيون نتاعو سور 20 ans استدير هذاك الحساب اللي نحسبوه الاحصاء اللي نديروه على مستوى جميع شبكات الطرق نزيدوا نديروا له تحيين على مده 20 سنه وهذاك التحيين نتاع الوضع الحالي انه كاين يعني تزايد يعني بشيء بشكل رهيب بشكل نعم واضح رهيب سيدي في في في, في المركبات سيد الوحدي يعني. عبد الباقي بالنظر الى نوعيه السيارات الداخله والوافده الى التراب الوطني والجزائريين يقبلون بكثره على السيارات المتطوره الجديدة هل تقوم وزارة الأشغال العمومية على تجسيد هذه الطرقات أو كيف أقول ابتكار برامج تتناسب مع نوعية هذه السيارات التي ربما قد لا تكون صالحة على الطرقات القديمة؟ هناك برنامج ثري فيما يخص وزارة الأشغال العمومية. أولا شبكة الطرقات راح تعرف تجهيز من جانب الآلية نتاع حساب المركبات التي تمر حيث أنه سوف يقتنى 126 جهاز آخر لحساب السيولة على مستوى جميع الطرقات. الشيء المضاف كذلك وهو انه رانا رايحين على برنامج ستامبروجي بيلوت رايحين ننطلقوا فيه على مستوى ولايه المسيله وهو وضع الميزان الذي يراقب الحموله نتاع دونك سي دي بوزي نتاع لي بوالور دونك كاين اربعه لي زيكيب مو اربعه تاع التجهيزات اللي رايحين يتوضعوا باتفاق مشترك بيننا وبين وزاره النقل اللي هي مكلفه يعني بمراقبه المركبات الى اخره ورايحين نشوفوا ننطلقوا في دراسه اللي هي نشوفوا الوضعيه نتاع الطرقات التي تتأثر بالتزايد في الحمولات والتي هي غير قانونية على كل حال أو التزايد في الكثافة نتاع المركبات. نعم. سيد الوحدي عبد الباقي كلمة أخيرة لمستعملي الطرقات. والله الكلمة الأخيرة احنا نتمنى أنه تكون حملة تحسيسية يعني لمستعملي الطريق نعم. لأن الإحصائيات ونحن اليوم بصدد حملة تحسيسية للتخفيف أو للتقليل من حصيلة وأنتم مشكورون على ذلك إذن يعني نتمنى أنه تكون حملة تحسيسية أنا أرى بأنه حتى الحملة التحسيسية بالنظر إلى انشغالات نتاع يعني سائقي السيارات الانشغالات ولات متوسعة بالكثير نعم. نتمنى أنها تكون إضافة إلى الحملة التحسيسية تكون حملة تاع مرافقة تاع لاكومبانيومون لاكومبانيومون بيرسونيلمون استدير جو سالو هذيك لاكسيون اللي داروها الأمن الوطني مؤخرا في خلال شهر رمضان واللي يتوقف السائق حتى يتمكن من الفطور تاعو باه يكمل هذيك ما تعتبرش حملة تحسيسية تعتبر حملة تاع مرافقة رفقون وإن كان يعني من الجانب اللوجيستيكي نشوفوها باللي مجهود كبير كثير نعم يعني نتمنى المفروض حملة تحسيسية وتكون ثقافة استعمال الطريق تكون ثقافة احترام إشارة المرور. أشكرك السيد الوحدي عبد الباقي مدير البحث والاستشراف على مستوى وزارة الأشغال العمومية أشكرك على هذه الإضافة عفوا إذن في على هذه المبادرة التي تجمع اليوم كل المتعاملين حول الطريق لدراسة هذا الموضوع فيما يخص وزارة الأشغال العمومية فهي لها دور تساهمي يعني عندنا مساهمة في هذا الموضوع ومساهمتنا تنطلق ابتداء من التقارير الواردة إلينا من مصالح الدرك الوطني والتي ترد إلينا شهريا مجموعة هذه التقارير تخضع عبر مصالحنا إلى تحاليل استاتستيكية للتطلع والاستطلاع على جميع العوامل المؤثرة فيما يخص وزارة الأشغال العمومية هي معنية فأولا التقارير جميع الإحصائيات تقول بأن العامل البشري
هو العامل الذي يتغلب كثيرا في هذا، يعني يحظى مع الاهتمام الاكبر. بالاهتمام الاكبر. طيب ما الذي تفعله، ما الذي تقدمه وزاره الاشغال العموميه لمستعملي الطرقات؟ نعم، الجزء الذي تتحمله وزارة الأشغال العمومية، أولا إحصائيات تنص على أنه العامل المتعلق بالطريق تمثل بين 3 إلى 4%. نعم. لمعالجة الأجزاء هذه التي تتمثل في 3 إلى 4% من الأسباب العائدة إلى الطريق، وضعت الأشغال العمومية بصفة مستمرة مخطط أمبلون ميزانيفو نتاع الإشارة المرورية. هذا المخطط يعني سائر المفعول سنويا، ويتمثل في معالجة النقاط السوداء. نعم. النقاط السوداء هذه نستنبطها من التقارير الواردة إلينا، التقارير تجي من عند مصالح الدرك الوطني ومن عند المديريات الأشغال العمومية التابعة لنا على جميع الولايات. ما يخفكش بالله أنه كل ولاية عندها مديرية أشغال عمومية، وكل مديرية أشغال عمومية تتبعها هياكل فرعية على مستوى الدوائر. الهياكل الفرعية هذه على مستوى الدوائر شغلها الشاغل هو الاهتمام بالنقاط السوداء لإزالتها في إطار هذا المخطط السنوي المستمر سنويا، والذي يسير يوميا في إطار يعني في إطار مخططات استعجالية مخوذة بعين الاعتبار. النقطة الثانية التي وضعتها وزارة الأشغال العمومية للتكفل بهذا الجزء من 3% الذي يرجع للطرقات، هي كذلك وضع خطة للتعلق بالبروسيدور دومولوغاسيون دي برودوي، تدير المراقبات على لي برودوي دو سينياليزاسيون، لي بلاك دو سينياليزاسيون، لي غليسير دو سيكوريتي الى اخره، هذوك الحواجز الى اخره. هذو كاين ثاني اون بروسيدور، دونك كاين خطة عمل للمتابعة تاعهم وللمراقبة تاعهم في جميع الميادين. الخطة يشترك الجزائريين أو يجمع أغلبهم على الواقع الصادم للطرقات الجزائرية، المواطن البسيط الجزائري أي واحد تسأله عن واقع الطرقات بالجزائر سيبدأ بالشكوى والتفنيد لكل ما تصدره ربما الوزارة، وزارة الأشغال العمومية حول تحسين الطرقات، بالإضافة إلى إشارات المرور، بالإضافة إلى الإنارة العمومية. هذه كلها عوامل تساهم بشكل أو بآخر في الرفع من حصيلة ضحايا إرهاب الطرقات. الواقع هو عكس ذلك، الواقع هو عكس ما يقوله يعني المواطنين وبالخصوص المستعملين تاع الطرق. الدليل على ذلك هي الإحصائيات الرسمية. ثانيا، التطور الملحوظ الذي نلاحظه بين سنوات بعيدة وبين الوقت الحاضر فيما يخص يعني الإشارة المرورية، الإشارة تاع الاتجاهات، دونك لا سينياليزاسيون ديريكسيونيل، كاين مجهودات معتبرة اللي لاحظناها، كاين يعني تقدم صريح في هذا الميدان. الحصيلة نتاع وزارة الأشغال العمومية أنه جميع الطرق الوطنية معبدة على أحسن ما يرام. نتكلم على شبكة الطرق الوطنية اللي هي تابعة خصوصا لوزارة الأشغال العمومية، من جانب التعبيد ومن جانب الإشارة المرورية فهي يعني لحقت الواحد المستوى نتاع ميزا نيفو. إضافة إلى ذلك أنه طريق السيارة شرق غرب تحولت ليه جزء كبير من المركبات، مما أصبح يعني يجعل فرضية أنه الطريق الوطني مثلا هو السبب في حوادث المرور احتمال ضعيف جدا، لأن الترسيس عملية التهيئة والترسيس يعني على مستوى جيد، عملية الإشارة المرورية على مستوى جيد.